ولكن هبدأ باللازانيا مخرجنا الجميل. مدير اللازانيا على الشاشة بالتونة والسبانخ، يعني أوميجا 3 وحديد الاثنين مع بعض. سبانخ طازة ورقية، هنحطها جنب التونة. ومعانا لازانيا العجينة الجاهزة اللي بتتباع في أي سوبر ماركت، ومعاها سبانخ ورقية من أرضنا الجميلة والتونة بتاعتنا اللطيفة. هنشوف نعمل إزاي اللازانيا بالتونة والسبانخ بتفاصيلها بطريقة سهلة وبسيطة، وده طبق مميز غني بأوميجا 3 وكمان الحديد، وفي تفاصيل كتيرة في الطبق ده. طاجن اللازانيا بالتونة والسبانخ، صوري المقادير على الشاشة أو اكتبيها ورايا. تونة علب، أي نوع تونة انت حباه، قطع سليمة مهروسة مش هيفرق. ومعانا سبانخ طازة، ومعانا بشاميل أنا مجهزه من قبل خفيف، ومعانا عجينة اللازانيا وبصل وتوم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. طاسة على النار شديدة الحرارة، دايما أنا بحب النار تكون معايا سخنة عشان تنجزني وأكسب وقت، وبرضو انت نفس الطريقة في المطبخ. ومعانا بصلة ناعمة، تومة ناعمة، ومدرسة المغازي بتقول ايه في حالة احمرار البصل او تسوية بصل على النار، بتعملي طبع عجة، بتعملي يخنة. استخدامك للبصل عشان عيونك وعشان ريحة المطبخ، والجيران ما تشمش انك بتحمري بصلة، لان ريحة البصلة بتقلب ريحة الشقة، خاصة لو اتحرقت منك شوية. تقوم بتحط شوية زعتر حلوين، ما قدر زماري حلو كده، زي الفل. تمام، يعني لو بعمل طاجن بامية يا مغازي احط زعتر، ايه اللي جاب لي جاب؟ حلو الكلام، انا بحب التفاصيل دي على فكرة، وانتوا قاعدين كده رايقين. لو انا بعمل بامية وبعمل اكلة شرقية مش عايزة لا زعتر ولا روزماري، بحط شوية كمون، شوية بابريكا، عود قرفة، كل ده نقلب مع بعض. التحميرة دي حلوة، مكعب من الزبدة بيساعد على احمرار البصلة سريعا بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. عايزة تحمري بصلة بسرعة بدون الجوس بتاعها ما ينشف منك وتبقى طرية وطعمها حلو، حط مكعب زبدة وانت بتحمري البصلة. دي مدرسة ما جاتش من فراغ، خبرة الطهوية وخبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على طبق من فضة من ذهب من كل حاجة حلوة لحضراتكم. شايف الجو ده كده، زي الفل. التومة الحلوة تنزل بعد تحمير البصلة، ده الطبيعي عشان التومة لو اتحمرت هتسود لك الصوص وتبوظ لك الطعم. العود الروزماري رايح جاي في قلب البصلة، العود الزعتر رايح جاي في قلب البصلة، بالتأكيد اتعرفوا على بعض بالشكل ده كده. بننزل بصوص طماطم محترم، طماطم مضروبة في الخلاط. العب زي الفل. عندنا التونة بتاعتنا الجميلة اهي اهي، بتصفيها شوية من مادة التخزين اللي فيها. لما تفتحي علبة التونة يا اختي يا خالتي يا عمتي يا امي يا زوجتي وكل اللي بتتابعوني، افتحي علبة التونة في المطبخ، بصي للمكان اللحام بتاع علبة التونة، ودايما تشوف الغطا اللي انت فتحتيه بتاع علبة التونة، في مادة الصدى ارميها في الزبالة على طول، لأن هنا طريقة الحفظ رديئة، وكمان مادة التصنيع بتاعة الصفيح اللي مصنوعة منه علبة التونة رديء. طب نضمن الكلام ده ازاي؟ في لمعة بتلاقي مكان اللحام مش باين، علبة غطا العلبة اللي انت فتحتيه نضيف وزي الفل، اعرف ان هي تمام، لأن ممكن تاريخ الصلاحية يتلعب فيه. ادي التونة بنقلبها. حاجات التفاصيل اللي بقولها دي مهمة جدا على فكرة. أنا مش هفتح علبة تونة وخلاص، لا أنا ما بسيبش نقطة وما بسيبش حاجة ما بتكلمش فيها. قلبنا التست وطعم. عايزة شوية ملح بنحط. عايزة شوية فلفل أسود بنحط. وإحنا شغالين مع بعض. حلو الكلام؟ كده التونة جاهزة. وتقطعي الفراخ أربع تربع عشان تكفي الولاد. بنجيب الكبة أو الخلاط بنضرب فيه فصين من التوم. بصلايه ناعمه، شويه زعتر، شويه روزماري، بابريكا، كركم، ومعلقتين من الزبادي في قلب الخلاط. معانا بوريه حلو بنحطه، بنحط عصره ليمون حلوه، ونمسك الفراخ نتبلها بالتتبيله يا ست الكل دي، ونسيبها لمده ساعتين. بعد كده بنرصها في صينيه وندخلها الفرن، بس حذاري الفرن يكون بارد
انا مش مسؤول على اللي هيحصل. هتلاقي الفراخ نشفت منك وجلدت. لازم الفرن يكون شديد الحراره عشان الفرخه تحمر بسرعه والجوس بتاعها والطعم فيها زي الفل. التونه جاهزه والبشاميل جاهز. بشاميل اللازانيا يا مغازي لازم يكون خفيف. علل ولماذا؟ سؤال، ليه البشاميل بيكون خفيف لما نيجي نعمل اللازانيا؟ المغازي يقول علشان احنا بنساوي عجينه اللازانيا جوه الطاجن بتاعها او جوه الصينيه بتاعتها او جوه البايركس بتاعها. نشتغل هنا. المكان ده حلو. مخرجنا عينيا، انا اقدر ازعلك. نشيل العيش بتاع الفته ده كده. عيش الفته قدامي عايز اقرمشه. كل ده مزمبراس تحضير. ونجيب الكاسروله بتاعتي اللي انا هعمل فيها اللازانيا. الطريقه اللي هشتغل بيها لحضراتكم دي، سواء بتعملي لازانيا بلحمه مفرومه، سواء بتعملي لازانيا بدجاج، سواء بتعملي لازانيا بالخضار، حسب الرغبه. هي نفس الطريقه، عجينه اللازانيا جايباها جاهزه اهي، ومعانا بشاميل جاهز، ومعانا التونه جاهزه زي الفل، ومعانا اللازانيا. انا هعمل لازانيا بالسبانخ. ادي السبانخ معايا. طب هنحط السبانخ في النار؟ لا. شوف انا هشتغل ازاي، واحده واحده مع بعض. اول حاجه هنزل بيها شويه بشاميل في الارضيه بتاعه الكسروله. حلو قوي. وانزل بشويه صوص من اللي عندي ده كده. حلو قوي يا شيف، تسلم ايدك. واعمل ايه بقى؟ واخد شويه سبانخ. الله عليك يا عم اشرف، شايفين اللازانيا متسقفه ازاي؟ هو ده. عملت ايه؟ حطيت بشاميل وحطيت عليه فليفر من صلصه التونه، حطيت سبانخ زي ما هي، ما سلقتهاش زي ما هي. السبانخ لما تتصدم باي حاجه سخنه، سواء صلصه سواء ميه مغليه صوص بشاميل، بتهبط على طول وبتنكمش. الحديد ينكمش بالحراره ويتمدد بالبروده، هي السبانخ لانها غنيه بالحديد. حلو الكلام. حطينا صوص التونه بتاعنا زي الفل يا عم الشيف. هنحط شويه سبانخ هنا كمان. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هتاكلي طبق سبانخ تاكلي صوابع كرار، وسبانخ ورقيه على فكره ممكن تعملها طبق سلطه حلو قوي بزيت زيتون وعصير ليمون. لطيفه، السبانخ تتاكل طريه بزيت الزيتون وعصير الليمون. لا يا غالي مش مره، السبانخ بتاعتنا الصغيره دي مش مره. السبانخ التخينه اللي هتلاقيها مره، السبانخ دي لسه بشايرها حلوه. يقول لي ممكن تكون مره؟ خالص، جرب. اليقين ان انا اجرب، وبعدين اتكلم. ناخد شوية بشاميل صغيرين. بشاميل خفيف، ما تحطيش معاه بيض عشان اللازانيا تستوي في قلبه. أنا رصيت اللازانيا كده والعكس كده، أنا بعمل العكس هنا عشان لما أجي أقطعها تطلع معايا خرطة خرطة. طبعًا اللازانيا دي لما تخش النار السبانخ نتيجة تعرضها للحرارة هتهبط، هتلاقي الصينية دي هبطت شوية. الله، واضغط عليها بالراحة كده، واخد كمية البشاميل اللي موجودة عندي بالشكل ده كده، أزودها شوية حليب، ده الطبيعي. وطالما زودت حليب بحط فليفر. لازم تعملي عملية نسبة وتناسب، زودت حليب زودت مية. هنا أحط شوية بابريكا حلوين، شوية زعتر حلوين، شوية فلفل أسود حلوين، والملح بتاعنا عشان يبقى كل حاجه مظبوطه. ونقلبهم مع البشاميل ده اللي اتحط على الوش. وانزل يا عم الشيف. يلا يلا حبايبي، فرسان التلفزيون المصري، السبانخ بتتكلم مصري على الطريقه الطلياني مع لازانيا من المطبخ الطلياني. وانزل كده واحده واحده. في درجه حراره الفرن 180، والسبانخ شكلها لطيف وجميل مع الصوره الحلوه. كل ده هتشربه اللازانيا والسبانخ. حلو قوي زي الفل. يلا بينا، افتح يا سمسم. حلوه، الفرن جاهز، درجه حراره 180. بظبط مستويات الفرن عندي والمواقع بتاعته كده، الشبكه زي ما انا شغال كده، انت بتشتغل في المطبخ بالظبط. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنغطيها، ده الطبيعي، بورقه زبده، بلاش الورق الفويل. الغطا كده على الوش. ليه يا مغازي؟
عشان البشاميل بتاعي ما يتحرقش، لان اللازانيا هنا مطلوبه ان هي تستوي زي ما هي كده، وادخلها في الفرن. يلا مع بعض. هو ده الكلام. بصي لي على السبانخ وهي بتتكلم مصري بقى، بصي لي على اللازانيا، طاجن اللازانيا بالتونه والسبانخ والتفاصيل تحت ورقه الزبده. يفضل استخدام الكوسه اهي، طلعها عينيا. السبانخ بتتكلم مصري من ارض العروبه. ايه الحلاوه دي اهي اهي. لا، الميزه هنا بقى لما تضرب الشوكه والمعلقه والطبق الحلو هتلاقي فيه تفاصيل كتيره قوي. سبانخ طالعه تتكلم غنيه بالحديد، التونه اوميجا 3، يعني حديد واوميجا 3 الاثنين مع بعض بالتاكيد بيدونا قيمه غذائيه عاليه جدا، بيستفيدها كل اعمار افراد الاسره، صغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير اهو. ايه يلا، عود روزماري كده برزنتيشن وانا واقف اهو زي الفل. لا مش هحبهاش، احط لها جبنه انا بصراحه، مش حابب الجبنه معاها، انا عايزها كده مستويه عشان استطعم السبانخ. حلو الكلام. سبانخ جراتان ممكن احط لها جبنه. نبص الكابوريا اخبارها ايه. يا ربي ايه ده، لا لا لا، الصوره دي ما تفرقنيش من على الشاشه يا فاروق بعد اذنك. شوف الفوسفور، شوف الذهب، ذهب ذهب ذهب.